شكرا معلق للكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت المباراه، مبروك فوز مصر 30-25، هارد لك منتخب تونس. مصر الى النهائي، تنتظر المباراه الثانيه راس الاخضر والجزائر ان شاء الله الفاينل يوم السبت. مصر كده حجزت مقعد في المباراه النهائيه، اللي هيفوز في المباراه النهائيه هيتاهل لاولمبياد باريس 2024. الف مليون مبروك، اداء رائع، يعني حضور جماهيري مميز زي ما حضراتكم شايفين، فرحه اللاعبين زي ما قلنا لحضراتكم، اللاعبين مدركين تماما ان مباراه النهارده هي الفاينل، مباراه الفاينل، وده نفس السيناريو اللي حصل في 2022 وتاهل الناحيه الثانيه الراس الاخضر، ومصر فازت في المباراه النهائيه على الراس الاخضر. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر في يعني مباراه يوم السبت، وخليني اشيد باداء منتخب مصر روحا وفنيات وكل شيء واخلاقا في الملعب، الحقيقه أداء مشرف، منتخب يشرف دايما كرة اليد، يعني فرضت نفسها اللعبة الثانية الشعبية. هنا أفضل لاعب تقريبا التهنئة بتيجي يعني ليحيى الدرع، إذا يحيى الدرع هو أفضل لاعب مان أوف ذا ماتش، تستحقها، يعني الحقيقة كانت المفاضلة بينه وبين يحيى خالد، ولكن أرقام يحيى الدرع يعني حتى يعني ثناء على أدائه يحيى الدرع، ودايما بيكون في الميعاد أداء رجولي. ارجع للضيوف اللي منورني في الاستوديو، برحب بيهم للمره الثالثه، كابتن ابراهيم سيد اهلا بيك، كابتن مصطفى فاضل اهلا بحضرتك، كابتن محمد عبد الله اهلا بحضرتك، كابتن فوزي فضالي اهلا بحضرتك. ابتدي بيك يا كابتن فوزي بقى، يعني انا ختمت بيك في الاخر، ابتدي بيك بقى المره دي، راي حضرتك في المباراه يا كابتن. طبعا اولا بنبارك للجهاز الفني وجهاز اتحاد كره اليد واللاعبين اللي اسعدونا، والحقيقه كانوا على قدر المسؤوليه في الشوط الثاني. أول 10 دقايق يمكن كانت الدنيا ملخبطة شوية، يمكن في أول 6-7 هجمات هم بيسجلوا 6 جوان، وفي المقابل أنت بتضيع منك كورتين، الفرق بيقل، بس على فكرة ده وضع طبيعي جدا لمباريات مصر وتونس. الثبات الانفعالي بتاعنا كان أعلى، هم كانت واخداهم الحماسة فبدأوا يلموا، لكن التغييرات اللي حصلت يعني عايز اقول انها ان تايم، لما طلع يحيى الدرع كان صح جدا، كان لازم يطلع يريح بخمس ست دقائق. كريم تغييره كريم في الوقت، كان كريم برضو حصل له دروب شويه، دخل محمد علي اخذ ثقه اكتر مع اللعيبه اللي قدامه، وبالتالي قدرت تتحول الجيم وتبدا ترجع تاني للفرق. الف مبروك لمصر، وان شاء الله نلتقي معا في الاولمبياد ان شاء الله يا كابتن. كابتن محمد عبد الله، يعني اكيد اداء رجوله، يعني منتخب مصر عمل الفارق يمكن في الشوط الاول وحافظ عليه في الشوط الثاني، طلعنا فارق 7 اهداف، رجعنا ثاني لخمسه، ولكن الكنترول الكامل لمنتخب مصر. هو فعلا الحمد لله، يعني ان منتخب مصر الشوط الاولاني احنا طلعنا فرق 5 اهداف، وقدرنا ان احنا نمشي المباراه زي ما احنا عايزين. الشوط الثاني على قد ما نسبة الأخطاء قلت، بس يمكن برضو خلصان تعادل يا كابتن هيثم. نعم. بس الأخطاء الفعلية في الخط الخلفي كانت أفضل من الشوط الأولاني. نعم. بدليل أن يحيى الدرع جايب 4 أهداف في الشوط الثاني، وكان في الشوط الأولاني جايب جونين، ويحيى خالد برضو نفس الكلام، الفعالية بتاعته في الشوط الثاني كانت كويسة، وقدر ان هو يظبط الخط الخلفي مع احمد خيري وعلي زين. سند شايف ان الونجات كانت مقلة شوية في الشوط الثاني، بس يمكن اللي احنا خدناه من الشوط الاولاني قدرنا نغيره في الشوط الثاني ونمشي الجيم زي ما احنا عايزين. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. كابتن ابراهيم هاجي لحضرتك، اداء طبعا خوان كارلوس باستير اداء مميز، قاد المباراه بشكل جيد، تغييرات وزي ما تفضل كابتن عبد الله وكابتن فوزي قالوا، كمان تغييرات الروتيشن اللي عمله النهارده، برضو شفنا مشاركه عدد كبير من اللعيبه، هو ما كانش مثبت بس التشكيل، راي حضرتك في اداء مستر خوان النهارده؟ هو قاد المباراه بمهاره بكفاءه عاليه جدا، قدر انه يسير المباراه بالشكل اللي هو عايزه، وغير لاعبين في توقيت مناسب جدا، لما حس ان ادائهم ابتدى يقل فنزل لاعبين ثانيه كملت مشوارهم وبعدين رجعهم ثاني، يعني تغيير يحيى الدرع لما حس ان مجهوده قل غيره، تغيير علي زين لما حس ان مجهوده قل غيره ورجعه ثاني، تغيير كريم هنداوي 10 على 10، ونزول محمد علي كمل اداء كريم،
بقوه وقدر يوقف هجمات كتيره ساعدت في الحفاظ على النتيجه اللي وصل ليها منتخب مصر. والف مبروك لمنتخب مصر والجماهير المصريه كلها، وان شاء الله ان شاء الله يكون المباراه النهائيه الفرحه الكبيره والوصول للاولمبياد ان شاء الله. خليني بس استعير كلمه حضرتك، مفيش فرحه بقى؟ ما بقول الفرحه يعني الاخيره، ما لا ما بقول الفرحه الاخيره، الاخيره بالظبط. لا بس طبعا انا باكد على كلام حضرتك، طبعا حضرتك اكدت الكلام ده، الفرحه الاخيره وهي بس كاس. انا اكدت ان احنا ان شاء الله في الاولمبياد، في الاولمبياد قلت لك هنلتقي في الاولمبياد. بس هو في يعني حد معانا توقع ب 10 اهداف وهروح اساله دلوقتي. كابتن مصطفى، كابتن يعني انت كنت مبسوط جدا من الاداء، وكنت يعني حضرتك دايما من الناس اللي بتحب يعني الكمال في الاداء، وبتحب دايما يبقى بيرفكت الاداء. كنت مبسوط النهارده ليه؟ ايه سبب سعادتك النهارده يا كابتن؟ اولا يعني كابتن هيثم وكابتن فوزي، دكتور فوزي وكابتن محمد وكابتن ابراهيم، يعني في التغطيه اللي قالوها بعد نهاية المباراة يعني بقول الشياكة النهاردة، كان في شياكة في الأداء ما بين المدرب وبين الفرقة وبين الجمهور وبين كل الفرحة على الفوز النهاردة اللي احنا كنا يعني متوقعينه وكنا منتظرينه وكنا عايزين نكمل الفرحة، وهم كملوا لنا اللعيبة الفرحة. نعم. يعني أنا بتكلم من الناحية الجمالية أو من الناحية الشكلية، يعني أنا دايما أو وطبعا زمايلي كانوا في الفرقة معنا في الهاندبول، الأداء الحلو اللي يمتع الجمهور ويمتع اللعيب نفسه وتكسب بيه كمان في نفس الوقت، ما أنت كسبان، ما أنت مش هتعمل كل ده إلا لما أنت بتكسب. نعم. يعني إذا كنت بتدخل من الوينج بتدخل إن أنت بأريحية علشان خاطر تمتع الجمهور، ازاي انت هل هتجيبها لوب، هل هتجيبها في الزاويه دي، في الزاويه دي هتخلي حارس المرمى يقعد يبقى زي الارجوز عشان خاطر تحط الكره فوق، اذا كنت انت كفي الباك ازاي انت هتخش هتقف في الهواء هتنزل بكره تاني هتخترق، اذا كنت انت على الدايره، يعني 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 احمد عادل مكافح. نعم. جامد. ما يهموش ان هو هينصاب او مش هينصاب، بيلعب باريحيه وبتركيز. الدفاع بتاعنا برضو انا مش عايز اقول ايه، يعني احنا كنا فاتحين الدفاع، دي يمكن خلت ان احنا التوقع اللي احنا كنا عايزينه ما حصلش. وكمان خلي بال حضرتك انت مش مطالب النهارده يعني تبقى بسكور، انت عايز تتاهل. نعم. وبنفس الوقت انت عينك على الفاينل، ده مش ماتش فاينل النهارده. نعم. وده اللي كان بالزبط. ماشي بيه المدرب من بدايه الدوره. نعم. مش باصص ان هو يعمل سكور عالي. نعم. لكن باصص ان هو يعمل صف تاني مع اللعيبه المحترفه، لان اللعيبه المحترفه هتكمل. نعم. هتكمل كمان سنه ونص. نعم. سنتين، يبقى لازم. نعم. تكون. استاذن كباتن الكبار ونروح لارض الملعب ومراسلتنا هنا ابو القاسم، ولقاء مع احد نجوم الفريق وافضل لاعب عفوا وافضل لاعب في مباراه اللي فاتت، يمكن من افضل لاعبين المنتخب على الاطلاق، لعبنا احمد عادل. اتفضل يا من جديد. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام، الف مبروك لكل الجماهير المصريه، فوز منتخبنا الوطني على منتخب تونس 30-25 والتاهل لفاينل كاس الامم الافريقيه. يعني الحقيقه اللعيبه كالعاده كانوا رجاله وقدموا مباراه كبيره، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه النهارده الحقيقه اللاعب احمد عادل. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده، الحقيقه انت عملت مباراه كبيره جدا، عايزينك تكلمنا بقى عن الاجواء. طبعا الحمد لله الواحد فخور جدا ان هو بيلعب هنا في البطوله في مصر. النهارده اجواء بصراحه احنا مش مصدقينها، حاجه تحفه. كنا مستنيين دعم الجمهور من اول البطوله، بس ده كان اهم ماتش، الناس كانت متاخره لحد البطوله دي. الحمد لله شايفين الاجواء جوه، الناس مبسوطه قوي، يعني الحمد لله على المكسب وبنهديهم طبعا المكسب دوت. الحقيقه احنا عايزين نقف عند نقطه الجماهير، لان احنا شايفينهم بيشجعوا الحقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه، بيشجعوكوا وبيهتفوا باسم مصر، عايزين نعرف ده ازاي بيكون حافز وبيأثر اكيد وليه تأثير
على النتيجه زي ما فزتوا النهارده؟ طبعا اهم حاجه الاجواء، يعني الناس كلها شافت الاجواء من غير جماهير والاجواء بجماهير. الموضوع طبعا مختلف جدا، لعبنا كاس عالم هنا في مصر من غير جماهير، الموضوع طبعا كان صعب. لو بدعم شويه جماهير كنا وصلنا في حته ثانيه في ماتش الدنمارك. الموضوع دلوقتي يعني هو بريشر على اللعيبه عندنا، بس في نفس الوقت احنا بنحاول الحافز، حافز مهم جدا ان احنا نكسب البطوله على ارضنا وسط جمهورنا. الموضوع ده بيبقى بوينت لينا، ادفانتج لينا، والناس اللي احنا استغلناه بصراحه النهارده كويس جدا قوي. بنشكر طبعا الجمهور على الحضور. عايزين نرجع تاني للمباراه، اكيد مباراه النهارده مباراه كانت صعبه، يمكن استعدتوا لها بشكل قوي جدا، فعايزينكم تكلمونا عن استعدادات ليها، كمان استعداد نفسيا، لان اكيد تونس خصم قوي لمصر. طبعا احنا بنستعد للبطوله دي من قبل ما البطوله تبدا، طبعا بنحضر لها من بدري جدا، واخدينها خطوه خطوه، بنحضر كل بيعملوا ايه. اهم حاجه عندهم، اهم قوه عندهم الدفاع، الهجوم، شوف البوينت الويك بوينتس عندهم. قدرنا نلعب على الموضوع ده كويس جدا لحد اخرهم. النهارده الصبح كنا برضو عاملين فيديو، والناس بصراحه انا شايف الناس طبقت الكلام ده على اكمل وجه. سمعنا كلام باستور، الموضوع يعني حلو جدا، انا شايف الموضوع يعني اتنفس في الملعب 100%. اخيرا بقى عايزين رساله للجماهير قبل مباراه الفاينل. مستنينهم في الفاينل طبعا، نفرح كلنا ان شاء الله مع بعض. شكرا جدا يا كابتن. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم من نجوم مباراه النهارده، طبعا مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب تونس في سيمي فاينل البطوله، وتاهل منتخبنا المصري لفاينل كاس الامم الافريقيه. اكيد معانا مزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا، اداء مميز يا احمد. ويمكن زي ما انتم شايفين يعني اللاعبين مستنيين الجماهير، وكان ده حاجه جيده، التفاعل مع الجماهير المصريه المحبه لكره اليد، واللي فرضت نفسها كره اليد النهارده انها تبقى لعبه الشعبيه الثانيه على مستوى مصر باداء المنتخب، بالاداء الرجولي للمنتخب. النهارده اخش على السوشيال ميديا اشوف كل المتابعين ازاي بيشيدوا باداء منتخب مصر. خليني بس يعني ملاحظه مهمه وهاخد راي ضيوفي فيها، وهو يعني افضل لاعبين اللي خدوا افضل لاعب اثناء مباريات مصر. مصر لعبت 5 مباريات حتى الان، كريم هنداوي فاز بيهم رقم واحد. اول مباراه مصر وغينيا كان كريم هنداوي، وكان كابتن ابراهيم توقع ده قبل اللقاء عشان بس ادي يعني كل دي حق حقه. ومصر والكونغو برازافيل فاز بيها مهاب سعيد، ومصر والكاميرون فاز بيها، فاز بافضل لاعب في المباراه مان اوف ذا ماتش يحيى خالد، مصر وانجولا احمد عادل، ومصر وتونس يحيى الدرع. لو لاحظنا هنا هنلاقي مفيش لاعب اتكرر مرتين، مفيش لاعب فاز بالجائزه دي مرتين، فده يدل على شيء. يعني انا من وجهه نظري وهاخد راي ضيوفي، بيدل ان الفريق ملوش نجم، الفريق بيلعب لعب جماعي. ولكن يهمني جدا اعرف راي ضيوفي كابتن، يعني شايف ازاي النهارده ان الخمس لاعبين اللي خدوا مان اوف ذا ماتش، لانه طبعا وضع طبيعي الفرقه اللي بتكسب هي اللي بيبقى منها مان اوف ذا ماتش، فالنهارده عندنا 5 مكسب ب5 مان اوف ذا ماتش ولا واحد اتكرر. هي نجاح من المدرب ان هو وزع الاختصاصات او الاهداف لكل اللاعبين، ما خصش لعيب معين بحاجه معينه بحيث ان يبقى هو ده اللي هيجيب الاجوان، هو ده اللي العمل التكتيك بتاعه للفرقه كلها ككل كلعب جماعي، بحيث ان كل لعيب جات له الفرصه هو الاحسن بيخش يشوط يخلص. لو في واحد تاني احسن منه بيدي للتاني الافضل، وده نجاح من المدرب ان هو شغل الفرقه كلها بقى لعيبه. تبقى انت الفرقه الثانيه ما انتش قادره تعرف مين فيهم اللي هيخلص، مين فيهم اللي هيتلعب عليه، بالرغم ان سند هداف الفريق ما خدش ولا مره احسن لاعب. يعني النهارده كله ليه دور، الكل ليه دور وكل بيلعب. لو لاحظنا كابتن هيثم ان الشوط الاول كان الباك رايت والبلاي ميكر اكثر لعيبه احرزت اهداف في تونس نعم. في الشوط الثاني ما عملتش حاجه. ليه؟ لان اتلعب عليها صح، اتوقفت صح، فبالتالي ما خلتش، ما ادتلهمش الباور ده اللي كانوا ده بيلعبوا بيه الشوط. نعم. اشكرك يا كابتن مصطفى، راي حضرتك في الملاحظه دي؟ لم يتكرر اي لاعب من منتخب مصر انه ياخد مان اوف ذا ماتش ماتشين ورا بعض او ماتشين من 5 في نفس الوقت، هداف الفريق اللي هو سند ما خدش افضل لاعب في ولا مباراه، راي حضرتك في ده ايه؟ والنهارده شفنا كاتونجا بيغطي تقريبا 50 دقيقه 30 دقيقه الاولانيين و20 او 15، الناحيه الثانيه برضو جه نزل محمد ادى دوره، شايف ده تفسره بايه يا كابتن؟ اللعب الجماعي بيولد كل لاعب لازم يكون فيه نجم. فده اللي حصل ما بين الجهاز الفني واللعيب. بيلعبوا لعب تيم ورك مع بعض، وفي خطط فنيه موجوده، وفي ثنائيات موجوده، في ثلاثيات موجوده، في الريتم نفسه مع اللعيب. حته ان تغيير حارس المرمى فعلا غير حارس المرمى بالنسبه لمحمد علي في الوقت المناسب. يعني فعلا كان جه كاتونجا اجهد خالص،
في الشد العصبي بالتركيز طبعًا العالي طبعًا بتاعه في الصد في الخمسين دقيقة، ففعلا نزل محمد علي بـ 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 بحماسه بتركيزه، لان محمد علي من الحراس الهايلين طبعا ممتازين، وسام الطيارة اللي ما شاركش برضه من الحراس الكويسين جدا جدا بالظبط، وشال قبل كده يعني شال الماتشين اللي هم لعبهم شالهم، فنازل مريح مركز، وفعلا ان احنا شفنا التركيز بتاعه والصد بتاعه. اشكرك يا كابتن. كابتن فضالي، راي حضرتك في الملاحظه دي ايه؟ مفيش ولا لاعب خد الجائزه مرتين، تتفق مع ضيوفي وكابتننا الكبار، ولا ليه حضرتك ممكن حاجه عايز تضيفها في هذه النقطه؟ لا، هو انا طبعا متفق في الكلام اللي اتقال، اللي بيصنع نجوميه لاعب عندك عشان يتم اختياره كمان اوف ذا ماتش التيم بتاعه. نعم. يعني هي مش حاله انفراديه، هي حاله جماعيه، وبيظهر فيها واحد بس في سنه التفوق، وبالتالي بيتاخد تيم اوف ذا ماتش. لان التيم اوف ذا ماتش لو ما هوش السكورر، ممكن ما يبقاش السكورر بتاع الجيم. صحيح. ممكن ياخد مان اوف ذا ماتش مدافع كويس قوي، او واحد بينقل الملعب من الدفاع للهجوم بشكل اسرع، وبيمدي الفيجن بتاعه اعلى جوه الملعب، الاسيست بتاعته اكتر. فاذا معنى كده اللي بيعمل مان اوف ذا ماتش التيم، فبنقول ان التيم كله مان اوف ذا ماتش. صحيح يا كابتن، كلمه كويسه، التيم كله مان اوف ذا ماتش. ويعني يعني الاداء ده والروح دي والجماعيه دي يا كابتن عبد الله، يعني حاجه يعني بامانه تشرف. هو طبعا احنا لو هنبص على مان اوف ذا ماتش، احنا عندنا كذا نجم في الملعب بصراحه. الواحد فخور بان في مجموعه من اللعيبه اللي زي دي، فعلا كل واحد بيقوم بدوره، وكل واحد بيصحصح اللي جنبه، وكل واحد بيأدي دوره على اكمل وجه. مان اوف ذا ماتش مش شرط ان انا اكون اللاعب الهداف عشان اخد جائزه احسن لاعب، بدليل ان محمد سند النهارده جايب 8 اهداف ما حصلش على مان اوف ذا ماتش. فمدى اهميه اللعيب دوت في الملعب، صنع ايه، عمل كام اسيست، جاب كام جول، كان وجوده في الملعب يهم فرقته بقدر قد ايه، هو الامور كلها بتتقاس من المنطلق ده. نعم. طب برضو يعني عايز اروح لبعض الامور الفنيه كابتن. النهارده يعني شفنا ان المدرب حافظ برضو على الروتيشن، يمكن النسب ما كانتش زي المره اللي فاتت بيبقى بالمسطره، بس في ناس يعني في لعيبه خدوا اكتر من لعيبه، بس كان في روتيشن، والروتيشن ده هو شافه ومشاه على شكل على يعني في الجيم. رايك ايه يا كابتن فوزي؟ هو ده اللي احنا كنا متوقعينه، واحنا قايلين ان الماتش ده هيبقى كده، ان الماتش ده هيبقى فيه روتيشن، لان ما ينفعش. طب انا اقول بقى في حاجه تانية، اتنين لعيبه اللي ما لمسوش الملعب، حسن وليد محمد ممدوح هاشم، محمد ممدوح هاشم، حسن قداح لانه لسه راجع من اصابه، وكان الماتش اللي فات كان مش لكن كان ضروري يبقى وجوده، لان حسن بيتميز في الدفاع في ثلاثه، ولو لعب تونس كله على ثلاثه هو برده ما غامرش بيه، لان عنده سبير بيلعبه في اكتر مكان، يعني علي زين والمصري والدرع التلاتة بيلعبوا تلاتات، وحط جنبهم فيصل كمان بقى عنده 4 تلاتات، فمش محتاجين يحطوا في تلاتات. طب اللعب طريقة دفاع تونس تحتاج العمل الحركي، ما تحتاجش لعيبة بتشوط من عشان تشوط من بره، لازم يسبق ده عمل حركي، فكان محتاج السرعة، ففضل ان وجود واحد زي سيف الدرع سريع، ويحيى الدرع سريع. طب ليه ممدوح هاشم ما شاركش؟ لسبب، لان القلق كله كان بالنسبه لفرقه تونس اكتر بكتير من اتجاه احمد عادل. مش معنى كده ان ده تقصير عند محمد ممدوح فنية هاشم، انما كمان احمد عادل ماشي مغلط فرقه، فمش ما فيش حاجه تستدعي ان انا اقدر اسحبه، فادي الاثنين اللي ما اشتركوش. يبقى احنا لعبنا الماتش ب 14 لاعب، في المقابل تونس لعبت ب 13 لاعب. منهم اثنين حراس، روتيشن عالي، روتيشن عالي، دي اجهدتهم، بلس ان عندهم بعض الاعمار الكبيره فاستهلكوا اكتر. احنا حصل روتيشن ان تايم بجد بامانه، شابوه. يمكن بس هختلف في حته، كان المفروض ان كريم هنداوي يطلع بدري 3-4 دقايق بس، يعني من بس جوه الجيم يعني. تاتي متاخرا افضل من ما تجيش خالص. لا لا لا، هو الراجل واضح ان هو مخطط لكده وشايف واخد باله وشايف ودي حاجه مريحه ان المدرب يبقى حاسس وشايف، زي ما الكابتن مصطفى تفضل وقال لنا المدرب يبقى عايش مع الفرقه وحاسس معاها. مبروك، وشيء جميل جدا يعني. سؤال صريح بقى، اخد راي ضيوفي.
مصر باروندو، منتخب مصر باروندو ولا منتخب مصر خوان كارلوس؟ كابتن ابراهيم بيغمزني كده لانه يعني كل ما اساله السؤال ده ياجله، بس انا بقى اخش فيه بصراحه. مصر منتخب مصر مع مستر باروندو افضل، وده حقنا هو، يمكن احنا نقول ولا مع مستر خوان. يمكن الفتره اللي فيها مستر باستورو يمكن ظهر اكثر من لاعب بنجوميه افضل، وكان في يعني رؤيه للتحركات او فرصه للتحركات بين اللاعبين في الخط الخلفي بالذات، يعني قدروا من خلال شغل الملعب ان هم يخلقوا فرص لبعض، فكان في كذا اسيست، يعني كان يحيى الدرع اسيست، يحيى خالد اسيست، علي زين اسيست، فهو دوت الواضح شويه في الطريقه بتاعت مستر باستور. اذا حضرتك بتقول ان مستر باستور اكتر جماعيه مع باروندو، والفرقه ظهرت اكتر جماعيا من باروندو، وجهه نظر حضرتك دي فنيه يعني. غالبا. طب كابتن ابراهيم بقى، يعني مش هنقول مين افضل، بس هنقول اداء منتخب مصر ايه اللي يختلف مع مستر باروندو، مستر طبعا خوان، عن مستر باروندو المدير الفني الاسباني السابق مع منتخب مصر. احنا شفنا دلوقتي الروتيشن اللي حصل كتير، خلقت لعيبه جديده وادت ثقه للعيبه جديده بالاضافه للعيبه الموجوده، فده طبعا نجاح للمدرب ان هو يقدر يخلق فريق جديد بالاضافه للي موجود، اللعيبه اللي هي اللي موجوده كانت موجوده قبل كده، زي اكرم يسري جديد، احمد عادل رغم ان هو بتاع ده، بس ده يعني داخل بقوه في مع المنتخب. احمد هشام سيسه داخل بقوه مع المنتخب. مازن رضا ده المستقبل ان شاء الله. في سيف الدرع مستقبل باذن الله، بالاضافه لفيصل كان حصل تطوير في أدائه كتير، فده برضو نجاح المدرب انه قدر يطلع مجموعة جديدة من اللاعبين اللي هي تبقى أساس منتخب مصر مستقبلا، وده نجاح. بعكس وبعدين ان كابتن مستر باستور عمل لعب جماعي للعيبة، يعني احنا كنا شفنا جونجات بتخش تشوط، احنا دلوقتي بنشوف الونجات بتخش وتلعب لها اسيستات 10 على 10 ولاعيبه بتخش، واللعب بيبتدي عندها وينتهي عندها وتنتهي، لعيبه بتنهي الهجمات بقوه، والروح والحماس اللي شفناها مع، لو لاحظنا في اول مباراه شفناها تصميم كل اللاعبين على البطولة، لما جبناهم في بين نهاية المباريات كلهم هدفهم واحد، احنا نازلين ان شاء الله نكسب البطولة، وربنا ان شاء الله هيوفقهم، وان شاء الله الماتش الاخير ده هيبقى الفرحة الكبيرة اللي بنهاية البطولة والتأهل للأولمبياد. اشكرك يا كابتن مصطفى. منتخب مصر باروندو، منتخب مصر خوان كارلوس باستور، فرق شنيع يعني، فرق ايه ابرز النقاط؟ ايه كتير بصراحة، يعني المدرب الموجود عمل تغيير شامل، ولاعب جميع اللاعبين بأريحية بوقت طويل في المباراة، يعني احنا ما شفنا، يعني كان في يعني نادر ان مدرب يغير 5 لعيبة في وقت واحد، طلع لعيبة ونزل لعيب. طب خلينا يا كابتن هستأذن حضرتك، هرجع لحضرتك تاني، بس لازم نروح لأرض الملعب ولقاءات ما بعد المباراة، هنا ابو القاسم ومعانا عبد الرحمن فيصل عشان نستكمل لقاءاتنا، اتفضل. يعني من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت لسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم منتخبنا الوطني بعد الفوز على منتخب تونس والتاهل لفاينل كاس الامم الافريقيه، ومعي في هذه اللحظات طبعا النجم عبد الرحمن فيصل. بداية طبعا برحب بيك على شاشه قناه نادي الاهلي، وبقول لك الف مبروك الفوز في المباراه النهارده. عايزك بقى تكلمني عن اجواء المباراه، اكيد مباراه مش سهله، الجماهير كان ليها دور كبير جدا، والروح الحياه في الملعب كانت عاليه جدا. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا على المكسب، مباراة قوية جدا مع منتخب قوي، منتخب تونس منتخب من أحسن منتخبات في أفريقيا. طبعا الأجواء كانت جميلة جدا، الناس كنا مبسوطين جدا بسبب الجمهور، ما كناش متوقعين إن الجمهور هيبقى كتير، لا الجمهور كان مالي الصالة فعلا، ولا الناس واقفة في ظهرنا، والماتش يعني أجواء كانت حلوة قوي.
عايزين نعرف ابرز التعليمات اللي طبعا قلتوها بين الشوطين عشان تنزلوا وتستمروا في الفوز وتقدروا تنهوا المباراه لصالحكم، عشان اكيد الشوط الثاني بيكون تشالنجينج شويه، تكونوا مش ضامنين الفريق الثاني هينزل شكله عامل ازاي. والله احنا من اول الماتش، من اول الشوط الاول واحنا نازلين، احنا 100% نازلين نعمل اللي علينا، وكل واحد نازل عارف هو هيعمل ايه. طبعا باستور المدير الفني قايلنا على كل حاجه المفروض نعملها وبننفذ التعليمات، وده حصل من الشوط الاول. الفرق وسع في الشوط الاول لان طبعا اكيد بيحصل دروب في الماتش فتره حصل، بس الحمد لله عشان احنا كنا موفقين يعني السكور كان كبير فما نزلش قوي، فالحمد لله الشوط الثاني دخلنا برده قعدنا نكمل الحمد لله على المكسب الحمد لله. نعرف بقى استعداداتكم للمباراه الفاينل، اكيد ما فيش وقت كبير للاعداد بس تستعدوا ازاي؟ اكيد طبعا ده مهما كان ده ماتش سيمي فاينل، خلاص ماتش خلص طبعا الناس هتحتفل وهنبسط بالمكسب طبعا الناس عملت عليها وصفحه واتقفلت، وان شاء الله الفاينل بقى يوم السبت باذن الله ان شاء الله. اخيرا بقى رساله للجماهير الحقيقه اللي بتدعمكم سواء هنا في الصاله او على السوشيال ميديا قبل مباراه الفاينل. بصراحه الناس النهارده يعني الناس كلها يعني احنا كنا مبسوطين جدا من الناس الموجوده في الصاله، وان شاء الله يبقوا اكتر من كده باذن الله في الفاينل باذن الله. اشكرك والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم منتخب مصر النجم عبد الرحمن فيصل، اكيد لسه معانا لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا يمكن كل اللاعبين احمد عادل بيتكلم نفس اللغه اللي بيتكلمها عبد الرحمن، مفيش فرحه الا بعد المكسب، وده وضع طبيعي، خبرات كبيره، لعيبه على قدر المسؤوليه وعارفين هم بيعملوا ايه، فان شاء الله نبارك لمنتخب مصر الفوز ببطوله افريقيا يوم السبت. غالبا الدنيا هتروح يعني هتكلم مع ضيوفي على توقعاتهم للجزائر والرأس الاخضر، بس ارجع لضيفي كابتن مصطفى، كنا بنتكلم عن منتخب مصر باروندو ومنتخب مصر باستير، حضرتك يعني ضفت نقطتين، اتفضل يا كابتن. من ناحيه اللعيبه، المدرب ده خلق لعيبه طلع لعيبه، المدرب السابق ما طلعش لعيبه واعتمد على اللاعبين المحترفين فقط لا غير. يعني البطولتين اللي هو لعبهم لعب بثمانيه لعيبه بس اللي هم المحترفين. نعم. لكن هل دخل اي حد لاعب زي ما المدرب ده عمل؟ لا، يمكن واحد او اثنين كانوا ينزلوا دقيقتين ويطلعوا. نعم. خلاص. من الناحيه النفسيه فانفعالات المدرب، يعني باين انفعالات المدرب ده باين على اللعيب، يعني لما جاب محمد ممدوح هاشم غلط بان عليه انفعاله بتوجيهه بارشاده ازاي من الناحيه الفنيه، ما هو ده اللي موجود. المدرب السابق يعني الريتم بتاعه ثابت، ما فيش انفعالات، ان في هجمه، ان في تحرك، ان بيمشي على الخطوط عشان اوجه اللعيبه عشان اكلمهم من ناحيه ده نوع من انواع السيطره، انفعالات نفسيه، ده نوع من انواع السيطره ثابتة. الفنيه على الجيل، فدي المدرب ده يعني بوجوده هيبقى في كره يد حديثه ان شاء الله، في لاعبين كمان هيطلعوا لاعبين ممتازين. اشكرك يا كابتن. كابتن فوزي بقى حضرتك طبعا فكرت وديقوا اخر واحد بيجاوب على السؤال ده يا كابتن، فطبعا بقى اخر واحد ده اللي بيقعد بقى يدينا الزتونه، صح ولا لا؟ اتفضل يا كابتن. طيب اسمح لي اول حاجه، الاول الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. طبعا انا رايي الشخصي ان مستر اخوان كارلوس تكمله لباروندو. الراجل ده ما لعبش غير بطوله واحده بس. نعم. هيصعب قوي ان انا هقول مين فيهم احسن، التاني قعد اربع سنوات ولا خمس سنوات ماسك منتخب مصر، لعب كاسات عالم ولعب بطولات افريقيه، فالتقييم هيبقى ايه صعب. على فكره انا مش يعني مش بحاول اقول رد دبلوماسي، انما انا بحلل السؤال لحضرتك قلته. استوديو تحليل يا كابتن. ايوه يعني ليس اكثر يعني. فانا شايف ان دي في تكمله، لكن في شواهد كويسة، هتفق مع كابتن مصطفى في الكلام اللي قاله، إشراك اللاعبين أكتر قد يكون لنضوج اللاعبين دول. هما في وقت ما كان باروندو الحقيقة ما كانوش لسه نضجوا، يعني ولا سيسا كان نضج، ولا عبد الرحمن فيصل كان نضج، ولا أحمد عادل كان نضج بالشكل ده، ولا محسن، ولا يعني في مجموعة، هو جوم المجموعة دي مع نضوج أعلى، كمان درجة نضوج أعلى للاعبين زي يحيى خالد، يحيى الدرع، حتى سيف الدرع اللي دخل يعني ادت فيجن اكبر، راجل بقى عنده قماشه اكبر ويعني قويه.
اعتقد ان انا اقدر يعني اقارن شويه بعد الاولمبياد، لان هو ده المحك الحقيقي، مش هيبقى فيه هزار. نعم. فهنا هقدر اقول يعني هل بقى ده كان احسن ولا لا، لكن انا اعتقد ان هي سلسله بدات بديفيد ثم باروندو ثم اخوان كارلوس في النهايه. احنا منتظرين منه كتير بصفته الوحيد في الثلاثه اللي اخذ كاس عالم دايما يا كابتن، وبالتالي احنا طابحين للنقاط. احنا خدنا قبل كده الاولمبياد سنغافوره في سنه 92 مواليد مواليد محمد علي كان موجود، محمد علي بالظبط محمد علي وسند كان موجود لا سند ما كانش موجود في 98 معاهم 90 هو مواليد 91، فعشان كده انت اخذتها بمجموعه كويسه وعندك المناخ اعتقد هو قدامه دلوقتي وماشي. محمد علي 92 منتظرين منه التفصيله الكويسه. دايما يا كابتن فوزي اللي بيجاوب اخر واحد بيكون رؤيه ويلم المعلومات ويبروسيس الداتا اللي اسمها وبعد كده يجاوب الاجابات بقى اللي انا هقول حاجه. انا يعني طبعا بستفيد من كل من قبلي، لكن الحقيقه انا لما اتسال السؤال انا استصعبته في البدايه لانه فعلا سؤال صعب. انا شايف نظرتي انا الشخصيه، وحتى ما كنتش سمعت زملائي كانت هتبقى دي نظرتي، لان يصعب قوي ان دي اول بطوله للراجل ان انا اقارن ما بين واحد قاعد اربع خمس سنين بيشتغل. بس المربع الذهبي برضه يا كابتن ما كان برضه البطوله الوديه اللي قبل افريقيا برضه كان بيلعب مع ثلاث فرق كبار. هو كان في الجمهور ده؟ احنا ليه بنغفل الجمهور؟ الجمهور ده يحرك الحجر. طب معلش ما انت هناك المربع الذهبي كان الجمهور ضدك. ها؟ كان المربع الذهبي الجمهور كان ضدك. هنا؟ لا المربع الذهبي اللي هي الدوري الذهبي، انا اسف الدوري الذهبي اللي اتلعبت قبل البطوله دي اللي كانت اعداد كانت في الدنمارك. دي اسمها بطوله تدريبيه وديه وليست بطوله رسميه. انما انا بتكلم انا بتكلم على كاس العالم اللي كان عندنا هنا. انت لو في ماتش الدنمارك في نص الجمهور اللي موجود النهارده انت كنت كسبت الدنمارك. استاذنك يا كابتن، خلينا نرجع على ارض الملعب تاني ولقاء مع المدرب العام الكابتن هاني الفخراني في اول ظهور ليه الحقيقه معانا اثناء البطوله. هنا يعني بلغيه تحياتنا وتحياتنا للجهاز الفني كله وتحيات شخصيه طبعا من ضيوفي لكابتن هاني الفخراني. اتفضلي يا هاني. برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم منتخبنا الوطني الحقيقه ومعي بقى في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم كابتن هاني الفخراني يعني المدرب العام لمنتخبنا الوطني. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده، الحقيقه كانت مباراه كبيره جدا، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات ليها وكمان اجواء المباراه. الله يبارك فيك الاول، وبرحب بكابتن هيثم والضيوف، والف مبروك للشعب المصري كله، وبخص بالذكر الجمهور اللي حضر المباراه النهارده وكان داعم كبير لينا وكان مهم وجوده جدا النهارده في مباراه زي دي. مباراتنا دايما مع تونس بتبقى ليها طابع خاص، خصوصا لو في مصر او في تونس. كان ضغط كبير لان هي بطوله مؤهله للاولمبياد وكاس عالم. طبعا الحمد لله احنا تاهلنا من الماتش اللي قبليه، بس دي مؤهله للاولمبياد وده كان الهدف الاسمى. كانت صعب صعوبتها ان هي كانت جت في السيمي فاينل كمان، كانت جايه بدري شويه، فالحمد لله احنا كنا مركزين لها كويس ومذاكرين كويس لتونس وجهزنا الحمد لله شغل وقدرنا نوصل بيها يعني نتحكم في المباراه من بدايتها لنهايتها، والحمد لله ان احنا خرجنا في الاخر. وببارك لكل جمهور كره اليد المصريه. يعني زي ما حضرتك قلت مواجهات تونس بتكون اكيد صعبه، تونس خصم قوي لمنتخب مصر، عايزين نعرف ابرز التعليمات اللي قلتها للاعبين والاستعدادات. هي مش موضوع تعليمات، هي احنا عندنا الشغل بتاعنا، احنا الفكره في اللعب بتاعنا دايما بيبقى كل فريق بيبقى ليه شكل معين بنلعب بيه سواء دفاعيا او هجوميا. كان اهم حاجه ان احنا بنلعب كفريق، هو ده اللي عامل الاختلاف وعامل الفارق، والحمد لله ان احنا قدرنا نقفل كل مفاتيحهم سواء في الدفاع وكل نقط الضعف عندهم في الدفاع اشتغلنا عليها، وفي الهجوم وقفناها الحمد لله. جوانا كانوا موفقين النهارده، كريم كان في الشوط الاول بالذات كان موفق بنسبه كبيره الحمد لله، والشوط الثاني يمكن لما تعب شويه نزل محمد علي برده كان في الميعاد ونزل صد كور مهمه جدا في نهايه المباراه، والحمد لله دايما بيبقى مباراه فنيه ما بتبقاش اعلى حاجه نتيجه الضغط العصبي، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكنترول الجيم. يعني يا كابتن خلاص مباراه اكيد هدفكم هو التتويج بالبطوله، تستعدوا زي لمباراه الفاينل. احنا دلوقتي مستر بستور على طول اتجمعنا قفلنا الماتش ده، باركنا للناس وفرحنا، ومن دلوقتي بدانا نشتغل اللعيبه بدات تعمل ريكفري وهنرجع. احنا مجهزين الشغل بتاع الفرقتين، الفرقه اللي هتكسب فيهم على طول من اول ما هنرجع نبدا نشتغل عليها، وخلاص من بكره في محاضره فيديو بتبقى الصبح، وبعد الظهر عندنا التمرين بتاع التجهيز للمباراه، وان شاء الله
احنا خلاص دي كانت مباراه مجرد مباراه وصلنا للنهائي، احنا لسه موصولين، لسه ما كسبناش البطوله، فالحمد لله مركزين وموضوع الحمد لله خلاص يعني مجهود كبير جدا حقيقه مبذول، ربنا يا رب يكلله بالتتويج بالبطوله. ببارك لحضرتك مره ثانيه، الف مبروك. انا بشكرك والف مبروك لمصر كلها. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع المدرب العام لمنتخبنا الوطني كابتن هاني الفخراني، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هاني ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وانتهى اليوم، انتهى اليوم سريعا بفرحه كبيره لفوز منتخب مصر على تونس وتاهل المباراه النهائيه وانتظار الفائز من الراس الاخضر والجزائر الشقيق. اكيد طبعا نتمنى فوز الجزائر الشقيق، ولكن احنا ايا كان الفريق اللي هنقابله منتخب مصر عند الموعد ان شاء الله. بشكر ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو، بشكرك كابتن ابراهيم، يعني نورتيني وشرفتيني النهارده واستمتعت كثيرا بتحليلك كابتن. شكرا كابتن هيثم، وانت اديتنا فرصه ان احنا يعني نكون معاك في الفرحه الكبيره اللي احنا فرحناها النهارده، وان شاء الله نفرح في الفرحه الكبيره ان شاء الله في البطوله، ونبارك للجماهير المصريه والمنتخب المصري بالنجاح. الشرف ليا انا كابتن، وكابتن مصطفى فاضل بشكرك، نورتيني وشرفتيني واستمتعت كثيرا بتحليلك كابتن. جمع جميل وفوز هايل لكرة اليد والمصر. أشكرك يا كابتن. كابتن محمد عبد الله بشكرك، نورتني وشرفتني، الحقيقة استمتعت النهاردة أيضا بتحليلك كابتن. متشكر ليك كابتن هيثم، متشكر للسادة الضيوف كابتن مصطفى وكابتن إبراهيم وكابتن فوزي مدربيني طبعا. إن شاء الله تكون اللقاء بتاع النهاردة ده دفع إن شاء الله لعيبة منتخب المباراة النهائية، ويكون الفوز ان شاء الله. كابتن فوزي بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله لقاءات جديده باذن الله. الحقيقه انا اللي بشكرك للتجمع الجميل دوت، الحقيقه اسعدني جدا وزادت سعادتي طبعا بالفوز بالمباراه جدا. وان شاء الله برضو إن شاء الله. انا ما زلت مصر على ان احنا ان شاء الله ان شاء الله. يا كابتن اشكرك، اشكر كباتني الكبير، وزي ما عودناكم في قناه النادي الاهلي دايما مع ابطالنا، مش ابطال النادي الاهلي بس ولكن ابطال المنتخبات. هننتقل حالا لنقل حفل افتتاح بطوله كاس العالم للرماية المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش، والمقام على ميادين مصر الدولية أو رماية مدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، دايما جنب أبطالنا، فإلى حفل الافتتاح.